أكيد إن في كل بيت في أطفال بتصوم، والأطفال بالذات عشان نشجعهم على الصيام محتاجين لوصفات تكون حلوة من النوعية اللي بيحبها كل الأطفال، وده ينطبق على وصفة النهاردة. أكتر أكلة مفضلة عند ولادي اللازانيا. هعمل معاكم اللازانيا، وأحلى حاجة أنا أعملها معاكم بدون سلق عشان كل الناس اللي عندها مشكلة في اللازانيا نسلقها ولا ما نسلقهاش. أول حاجة هعملها إن هشغل هنا النار عشان نبدأ بأول حاجة صلصة اللحمة المفرومة. فخلوني أول حاجة كمان أشغل الفرن يسخن. يلا تمام، ودلوقتي نبدأ بصلصة اللحمة المفرومة. خليني أجيب مقاديري من التلاجة. شوية زيت مع حتة زبدة. رجع الزيت. استنى قطعة زبدة خليها تدوب. دايما الزبدة بنحب نحط معاها اي حاجة مادة دهنية تانية زي زيت عادي، زيت زيتون، علشان ما تتحرقش. الزبدة بسرعة بتتحرق. هحتاج دول تاني بس خليني احطهم كده في التلاجة زي ما هما. وطبعا هنحتاج خضار. بما انها الاكلة المفضلة لأغلب الأطفال فأنا بحب أحط فيها أي خضار موجود عندي وبياكلوها ولا بيحسوا، بالعكس بيعطي للصلصة طعم لذيذ جدا. فهاخد جزر وناخد كمان فلفل ألوان وطبعا بصل. دول هحتاجهم هنا، خليهم هنا. طبعا نضيف اللحمة المفرومة. لازم صوت التش ده علشان اللحمة ما تنزلش مية. كنت دايما احب احط الملح على اللحمة بعد ما تخلص، بس والله مرة سمعت شيف وفعليا طلع كلامه صح، ان لما بتضيفي الملح على اللحمة المفرومة هو والفلفل على طول بيعطيكي مش بس طعم لذيذ، لا بيعطيكي كمان ريحة حلوة قوي للحمة وهي لسه بتتقلى. فحلو قوي. واضيف الملح والفلفل طبعا، غير كمان الملح بيخلي اللحمة تتفكك بشكل افضل. فاضيف عليها الفلفل الاسود من دلوقتي.